ثم يركع حانئا له ظهره، خضوعا لعظمته وتذللا لعزته وسكانة لجبروته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، فتنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع، قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه، فهو ركن عظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم عاد إلى حاله من القيام حامدا لربه، مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها، مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته، شاهدا له بتوحيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت. ثم يعود إلى تكبيره ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه، فيعفره في التراب ذلا بين يديه ومسكنة وانكسارا، وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع، حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع، وندب له أن يسجد معه، ثيابه وشعره فلا يكفه، وألا يكون بعضه محمولا على بعض، وأن يباشر التراب بجبهته، يكون رأسه أسفل ما فيه تميلا للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها. وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده، فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه. ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو، وينزهه عن مثل هذه الحال، وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء يتنزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره، كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال، فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، وقد قال تعالى: واسجد واقترب. وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطية له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنه، وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين، خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد، كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده، إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء
واستصحب في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقام يليق به، فأذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله.